السلام عليكم. اهلا وسهلا طلابنا، طلاب اي اس تي المصريه للعلوم والتكنولوجيا. ان شاء الله هنبدا معاكم عام جديد، كل سنه وانتم طيبين. هنتكلم مع بعض في اصول المحاسبه الماليه او مبادئ المحاسبه زي ما احنا بنعرفها وزي ما بنسميها. معاكم الدكتور خالد، هنشرح مع بعض كل واحده كل نقطه بالتفصيل، وهنمسك مع بعض كل حاجه واحده واحده، وهنحاول نوصل للماده دي بقيمه مضافه نعيش بيها او نشتغل بيها الفتره الجايه، سواء كنت في تجاره او سواء كنت في هندسه او سواء كنت في طب او كنت في اي كليه. انت لازم تدرس اصول المحاسبه الماليه علشان خاطر تساعدك في الشغل، سواء كان شغل تخصصي او كان شغل غير تخصصك. يعني تخصص، يعني خريج تجاره هيشتغل محاسب، طب بتاع هندسه مش هيشتغل محاسب، هيشتغل مهندس، بس لازم برضو يباشر عمله بالحسابات ويباشر عمله بالشغل ده. فانت كده كده هتحتاجها سواء كنت في مستشفى او في شركة المقاولات بتاعتك، أو هتحتاجها في مكتب المحاسبة والمراجعة بتاعك. هنبدأ ببداية مادتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الواحد الأحد. إن شاء الله تكون عام سعيد، ربنا يبعد عنا المرض، وربنا يسترها علينا وعلى مصر جميعا من الوباء الموجود حاليا. بسم الله الرحمن الرحيم. من البداية كده احنا بنتكلم مع بعض في أصول المحاسبة المالية. أول حاجة هنتكلم مع بعض فيها، تعال نعرف مع بعض المقرر اللي أنت هتدرسه إيه هو. ما هو أنا عايز قبل ما أبدأ أي مادة وقبل ما أبدأ أعرفها أنت هتدرس إيه معايا علشان أعرف إيه الهدف اللي أنا عايز أوصله. طيب أنا عايز أوصل لأن أنت تكون عارف إيه. أنت هتدرس المنهج ده معايا، هتدرسه كذا فصل. واحد، أول فصل عندك حاجة اسمها مقدمة عامة في المحاسبة. هنبدأ ندخلك واحدة واحدة كده في المحاسبة وتبدأ تعرف إيه هي المحاسبة، سواء كان تعريف المحاسبة أو أهداف المحاسبة ووظائفها أو مجالات تطبيق المحاسبة أو فروع علم المحاسبة. طيب ده الفصل الأولاني. طب الفصل الثاني هنتكلم عن إيه؟ الفصل الثاني هنتكلم عن طرق القيد في الدفاتر، عن طريق قيد، طرق القيد المفرد اللي هو البسيط، طريقة القيد المزدوج اللي هو المركب، وعندك حاجة اسمها معادلة المركز المالي أو معادلة الميزانية زي ما هنشوف بعد كده. هنشتغل مع بعض في الفصل الثالث، بيتكلم في التنظيم المحاسبي أو الدورة المحاسبية. الدورة المحاسبية بتاعتي بتتكلم في عندك دفتر يومية، عندي دفتر أستاذ، عندي ميزان مراجعة. طب والفصل اللي بعد كده الرابع بيتكلم في المعالجة المحاسبية للعمليات المالية المنشأة، تكوين رأس المال، عمليات المشتريات والمبيعات. دي العمليات أو الأحداث اللي بتتم في أي منشأة، من تكوين رأس مال أو عمليات مشتريات ومبيعات أو العمليات النقدية أو الخصم أو الأوراق التجارية أو العمليات الرأسمالية. طيب الفصل الخامس أنا بخرج إيه؟ قال لك أنت بتخرج معلومة، وكل ده هيبقى بيبدأ تخرجها بقى في الفصل الخامس. الفصل الخامس بتخرجها عن طريق إيه؟ بتخرجها عن طريق قائمة الدخل، عن طريق قائمة التدفق النقدي، عن طريق قائمة المركز المالي والميزانية، وعندنا حاجة اسمها التسويات الجردية. هنبدأ نشتغل في واحدة واحدة من دول وهنشرح ايه هو، ونمسك فصل فصل ونتكلم في الفصل السادس الطرق المحاسبية المختلفة اللي مستخدمة، سواء كانت طريقة إيطالية أو طريقة فرنسية أو طريقة إنجليزية أو طريقة أمريكية. كل الكلام ده هنمشي فيها يا جماعة واحدة واحدة وهنشوفه مع بعض بإذن الله. هل بالضرورة ان كل الفصول اللي فاتت دي كلها تتاخد وتتشرح؟ لا طبعا مش بالضرورة ان كل حاجة. احنا دلوقتي بنتكلم في المحتوى المنهج ككل. ان شاء الله هتلاقي الدنيا بسيطة معاك، وان شاء الله عايزين نوصل في المادة دي مبدئيا ان هي تفيدنا بعد كده في شغلنا، بس قبل كده نقدر نوصل ان احنا نجيب الدرجة النهائية فيها ونجيب اعلى تقدير فيها هو الامتياز. تعال بقى نكمل مع بعض في اللي جاي. بيكمل معاك في ايه؟ بيقول لك نبدأ بأول حاجة المقدمة. احنا قلنا الفصل الاولاني كان عبارة عن ايه؟ كان عبارة عن مقدمة عامة في المحاسبة. طيب اول حاجة اتكلمنا عليها في المحاسبة ايه هي؟ قال لك المقدمة، بيقول لك المقدمة تختص المحاسبة. المحاسبة دي هدفها ايه؟ بص يا جماعة عشان نعرف نوصل او نعرف نفهم احنا بندرس المادة دي ليه او بندرس اي حاجة ليه، وعلشان تسهل علي عملية الدراسة، لازم تعرف الهدف منها. كل مادة وكل حاجة عندنا بما فيهم الكلية اللي انت فيها هي عبارة عن نظام. اي حاجة ماشية كأس سيستم عبارة عن نظام. النظام ده لازم يكون ليه مدخلات وفي عملية تشغيل ومعالجة علشان خاطر يبقى فيه ايه؟ مخرجات. طيب
المدخلات بتاع النظام هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن الاحداث او عباره عن البيانات. الاحداث دي مش اقصد بيها الاحداث دي اقصد بيها الاحداث الاقتصاديه، الاحداث الايه؟ الاقتصاديه، البيانات. طيب عمليه التشغيل دي هي ايه؟ هي العمليات اللي بتتم على الاحداث دي، ودي بتتم عن طريق الدوره المستنديه وهكذا، عشان يوصل في الاخر لايه؟ للمخرجات. المخرجات بتاعتك اللي هي المعلومه، المعلومه الماليه بتاعتك اللي انت بتظهرها في الاخر. طيب تمام، يبقى الهدف الاساسي للمحاسبه ان هي تعمل ايه؟ ان هي تخرج لي معلومه. الهدف الاساسي للمحاسبه ان هي تعمل ايه؟ تخرج لي معلومه او توفر لي معلومه. معلومه ايه؟ معلومه كويسه، معلومه جيده اعرف اعتمد عليها. كويس، مين بقى اللي بيعتمد على المعلومه دي؟ هي دي الماده دي اسمها ايه؟ المحاسبه الماليه. الماده دي اسمها ايه؟ المحاسبه الماليه. اللي بيعتمد على المعلومه بتاع ماده المحاسبه الماليه مش فرد واحد، امال ايه؟ افراد كتير. طيب يا عم ممكن يكونوا افراد كتير زي ما انت بتقول بس انواع مختلفه. قال لي او نوع واحد. قال لي لا، ده كمان انواع مختلفه. طب كم نوع؟ نوعين. مين بقى الافراد اللي بيعتمدوا على المحاسبه الماليه النوعين دولت؟ قال لي عندي اطراف داخليه وعندي اطراف خارجيه. ايه هم الافراد الداخليه والاطراف الخارجيه وازاي اعرف افرق ما بينهم؟ قال لي تعرف تفرق ما بينهم بناء على ايه؟ على ايه؟ يلا قولوا معايا. بناء على وجودهم في المنشاه. لو الناس دول موجودين جوه المنشاه وبيشتغلوا جوه المنشاه يبقى اطراف داخليه. طب لو الناس دول بره المنشاه يبقى اطراف خارجيه. طب جوه المنشاه زي مين؟ قال لك زي العاملين، زي الموظفين، زي المحاسبين التانيين، زي المديرين. يعني بيشتغلوا جوه المنشاه بيقبضوا منها. طب اطراف خارجيه زي مين؟ قال لك اللي بره المنشاه. زي مين؟ زي المستثمرين، لو واحد بيستثمر، زي العملاء اللي بيشتروا من المنشاه، زي الجمهور بتاع المنشاه، زي المقرضين، الناس اللي هيسلفوها يدوا لها قروض، زي البنوك، زي الجهات الحكوميه، زي الضرائب. كل الكلام دولت اطراف خارجيه بتستفاد من المحاسبه. يا نهار ابيض، كل ده المحاسبه ضروره على كده؟ ضروره. طب ما عشان ضروريه لازم يبقى فيه ايه؟ لازم يبقى فيه محاسبين. طب انت بتاع تجاره بتدرس المحاسبه ليه؟ عشان ده لقمه عيشي، ده اللي هشتغل بيها. طب انت بتاع هندسه او بتاع طب بتدرس المحاسبه ليه؟ عشان بتاع تجاره ما يضحكش عليا. شفتوا بقى؟ يلا بقى نبدا مع بعض ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا نمسك واحده واحده في الموضوع بتاعنا. اول حاجه المقدمه. قال لك تختص المحاسبه بتوفير المعلومات التي تفيد العديد من الاطراف في عمليه اتخاذ الايه؟ القرارات. زي ما احنا لسه قايلين من شويه، قرارات متعلقه باستثمار اموال، قرارات متعلقه بالمتعاملين مع المنظمه، العملاء الذين يسعون للحصول على السلع، متعلقه بالعاملين، الجهات الداخليه، قرارات متعلقه بهيئات حكوميه مثل مصلحه الضرائب، خارجيه، قرارات متعلقه باداره الايه؟ المنظمه ذاتها. وتحتاج المنظمات المعاصره لعمليه تنظيم لاسباب الاتيه: كبر حجم المنظمات، منظمات كبيره، تعقد الانشطه، زياده الميل للتخصص في المهارات، تعدد وتباين الاهداف، مواجهه التغيير بكل بل واحداثه. اتفقنا؟ قال لي اتفقنا. طب ايه هي بقى المحاسبه؟ المحاسبه ليها تعريفات كتير، يعني بص يا عم افتح ايدك وخد زي ما انت عايز، ليها تعريفات كتير خالص. ممكن نقولها ايه؟ في تعريف مبسط ليها بنحب نقوله مش موجود في الكتاب، احنا الكتاب بنحب الحاجه تبقى مجعلظه شويه. التعريفات دي بنقول ايه؟ بيقول لك هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن ترجمه الاحداث الاقتصاديه وتحليلها الى معلومات ماليه. يبقى ترجمه الاحداث الاقتصاديه وتحويلها الى ايه؟ معلومه ماليه. احداث اقتصاديه زي بيع شراء الكلام ده كله. طب التعريف الكبير الشامل شويه بيقول لك ايه؟ المحاسبه هي عباره عن مجموعه من المفاهيم. ما لازم المحاسبه يبقى فيها مفاهيم والمعايير التي تطبق في تحليل وتسجيل وتصنيف وتلخيص والتقرير عن العمليات المالية في المنشأة بغرض توفير معلومات مفيدة لمتخذ القرارات، اللي هم سواء كانوا من داخل المنشأة أو من خارجها. امشي معايا واحدة واحدة. أنت لو قاعد قدامي اسأل نفسك كده، أنت اسمك إيه؟ أنا اسمي خالد، أنت اسمك إيه؟ يعني عرفنا بعض، قلنا إيه المفاهيم، قلنا إيه أسماء بعض؟ أسماء بعض دي مفاهيم. يبقى المحاسبة هي عبارة عن مجموعة من المفاهيم لازم تعرفها، أسماء. ماشي. مش بس كده، هو مش علم؟ مش ده علم؟ قال لي علم. طب هو العلم بيظهر كده مره واحده ولا ليه معايير اساسيه بيظهر عليها؟ ليه معايير اساسيه بيظهر عليها وبيتطور بيها. يبقى عباره عن المفاهيم والايه؟ والمعايير. تطبق، بتطبق ايه بقى؟ فاكر الدوره المحاسبيه اللي احنا خدناها؟ قال لي بتعمل ايه الدوره المحاسبيه دي؟ تحليل، تسجيل، تصنيف، تلخيص. وهنعرف كل واحده فيهم ازاي بتتعمل، عن طريق التحليل او التسجيل او التصنيف والتلخيص والتقرير عن العمليات الماليه في المنشاه. ليه بقى؟ عشان توفر معلومات مفيدة
لمتخذ القرارات. مين متخذ القرارات دولت؟ اللي هم ممكن نقولهم بطريقه تانية اسمهم مستخدمين. متخذ القرارات دولت اللي هم مين؟ المستخدمين. طب المستخدمين دولت منين؟ داخل المنشاه، اللي هم الناس اللي جوه المنشاه زي المديرين والموظفين والمحاسبين التانيين، او خارج المنشاه زي العملاء والمستثمرين والجهات الحكوميه والبنوك وهكذا. طيب يبقى المحاسبه اهم حاجه فيها. طب يبقى احنا قلنا اي نظام بيعمل ايه كدوره؟ قال لك او اي نظام هو عباره عن مدخلات تشغيل مخرجات. قلنا المدخلات هي الاحداث الاقتصاديه والبيانات، المخرجات هي المعلومات المفيده. طيب النص بقى، النص ده عباره عن ايه؟ العمليات والتشغيل. التشغيل ده اللي هو عباره عن ايه بقى في المحاسبه؟ عباره عن الدوره المحاسبيه. عباره عن ايه؟ الدوره المحاسبيه. والدوره المحاسبيه بتتقسم معايا لشقين. الشق والنص الاولاني بيتكلم في تحليل، تسجيل، تصنيف. طيب بعد ما بعمل الكلام ده كله بعمل ايه؟ تلخيص ومراجعه. تلخيص ومراجعه، والمراجعه دي اللي هي التسويات الجرديه، عشان في الاخر اوصل لايه؟ نهايه كل فتره يتم اعداد القوائم الايه؟ الماليه. يبقى اذا دلوقتي حدث مالي اللي هي العمليات الماليه دي الدوره المحاسبيه، حدث مالي اللي هي العمليات الايه؟ الماليه. حصل له عمليه ايه؟ تحليل، فبقى ايه؟ مستند. المستند هيحصل فيه ايه؟ تسجيل، هيبقى ايه؟ دفتر يوميه. دفتر يوميه يحصل له ايه؟ تصنيف، فهيتعامل فين؟ في دفتر الاستاذ. طب دفتر الاستاذ بيتعمل له ايه؟ العمليات الماليه بيعملها ايه؟ تلخيص ومراجعه. بيبقى فين؟ في ميزان المراجعه، علشان خاطر في الاخر بيحصل نهايه كل فتره بيتم اعداد الايه؟ التقارير والقوائم الماليه. يبقى الدوره المحاسبيه الحدث المالي بيمر التحليل عشان يخش المستند، وبنسجل الحدث المالي عشان في دفتر اليوميه، في دفتر يوميه، وبعد كده بنصنفه في دفتر الاستاذ، بعد كده بنلخصه ونراجعه في ميزان المراجعه، بعد كده في نهايه الفتره بيروح للتقارير والقوائم الايه؟ الماليه، عشان تطلع معلومه مفيده لمين؟ للمتخذي القرارات او للمستخدمين اللي هم الداخليين والخارجين. طيب مخرجات النظام بقى، احنا قلنا مخرجات النظام هو عباره عن ايه؟ معلومه مفيده. يتولى النظام المحاسبي التقرير عن نتائج اعمال المنشاه عن فتره زمنيه معينه، وكذلك عن مركزها المالي في تاريخ محدد. وحدد معيار المحاسبه الدولي والمصري رقم 3 مخرجات النظام المحاسبي. 1 إز ايه بقى؟ انت قلت لي بتطلع المخرجات، المعلومه دي بتطلع ايه؟ بتطلع في شكل معلومه كده، بنجيب طبق كده وناخده واحنا ماشيين؟ لا طبعا. طيب بفرد جيبي وبحط فيه؟ لا طبعا. طيب ايه يعني بعمل ايه؟ بتطلع المعلومه ازاي؟ بشوفها ازاي؟ قالك بتشوفها في شكل 4 قوائم. بتشوفها في شكل ايه؟ حاجه اسمها قوائم الماليه. بتشوفها في شكل ايه؟ قوائم الماليه. طب والقوائم الماليه دي كام قايمه؟ 4 قوائم. مين بقى الاربع قايم؟ عندك قايمه اسمها قايمه الدخل، عندك قايمه اسمها قايمه المركز المالي او الميزانيه، عندك قايمه اسمها قايمه التدفقات النقديه، عندك حاجه بعد كده قايمه الايضاحات الايه؟ المتممه. تعال نمشي واحده واحده. انت عندك قايمه اسمها قايمه التغير في حقوق الملكيه، بس خلينا دي الاربع قايم. طب خلينا نقول الايضاحات الايه؟ المتممه. طب تعال نمشي واحده واحده كده، كل قايمه من دول ليها هدف توصلنا ليه؟ قال لي اه ليها هدف توصلنا ليه. طيب ليه بندرسها؟ قال لي مثلا قايمه زي قايمه الدخل شكلها ازاي؟ هناخدها بعد كده. طب هدفها ايه؟ هدف قائمه الدخل ان هي تعرف المنشاه اذا كانت بتكسب او بتخسر، اذا كان في ربح ولا خساره. يبقى هدف قائمه الدخل ايه؟ بهدفها ان بتعرف المنشاه اذا كان في ربح او ايه؟ خساره عن الفتره. كلام كويس. طيب تمام، قائمه الدخل دي اللي هدفها ربح او خساره دي، بعرف الربح والخساره ده عن طريق ايه؟ عن طريق حاجه بنوصل لها اسمها صافي الدخل. لو صافي الدخل ده بالموجب يبقى ربح، لو صافي الدخل ده بالسالب يبقى خسارة. طب ايه هو صافي الدخل؟ صافي الدخل ده هو عبارة عن الإيرادات ناقص المصروفات. عبارة عن ايه؟ الإيرادات ناقص المصروفات. لو الإيرادات أكبر من المصروفات هيبقى صافي الدخل بالموجب، يبقى النتيجة ربح. طب لو الإيرادات أقل من المصروفات يبقى النتيجة سالب، يبقى خسارة. فواحد يقول لي يعني يا دكتور الإيرادات ايه هي والمصروفات ايه؟ يا حبيبي الإيرادات هي كل الفلوس اللي داخلة المنشأة، المصروفات هي كل الفلوس اللي خارجة من المنشأة. طيب قائمة المركز المالي دي أول قائمة لها قائمة الدخل. قائمة المركز المالي الميزانية دي بنستخدمها ليه؟ دي بنستخدمها علشان خاطر نوضح إيه هي الأصول والخصوم اللي في المنشأة في نهاية كل فترة. ده أنت الكلام ده بالنسبة لك سهل، وبالنسبة لواحد في سنة تانية ولا خريج يفهم يعني إيه أصول وخصوم، لكن بالنسبة لي أنا بتاع تجارة
اللي جاي من ثانويه عامه او بالنسبه لي انا بتاع هندسه ما افهمش يعني ايه اصول وخصوم، ايه اصول وايه خصوم وايه اللي بتوضحها المركز المالي. يا عم الميزانيه دي بتوضح لك ان في نهايه كل فتره، يعني ترابير ايه بقى نهايه كل فتره دي؟ نهايه كل فتره يعني نهايه الفتره اللي انت شغال عليها، اللي هي ممكن تكون شهر او ممكن تكون سنه على حسب الفتره، بس عاده في المحاسبه ما بنزودهاش عن سنه، ممكن بنعمل كل شهر، كل 3 شهور، كل 4 شهور، كل 6 شهور، كل سنه على حسب ما بنعمل الميزانيه كم مره في السنه، ممكن نعملها مره وممكن نعملها اكتر من مره. كلام كويس. بتبين لي ايه بقى قائمه المركز المالي دي؟ بتبين لي، انت قلت لي قائمه الدخل كلام عائل، بتبين لي انا الربح والخساره، فانا فاهم يعني ايه ربح وفاهم يعني ايه خساره. طب قائمه المركز المالي دي بتبين لي اصول وبتبين لي الخصوم. طب فهمني يعني ايه اصول، يعني بنت اصول مثلا ولا ابن اصول، يعني ايه يعني ايه اصول ويعني ايه خصوم. فبتبين لي ايه الموضوع بتاعي ده. بص يا سيدي بقى، الاصول دي بالنسبه للمنشاه كده لما نيجي ناخدها بعد شويه لو جينا قريناها في الكتاب هتقول لك الموجدات، بس انا مش عايز افهم بالطريقه دي، انا عايز افهمها. الاصول دي بالنسبه للمنشاه هي كل الموارد اللي بتمتلكها المنشاه. يبقى الاصول دي بالنسبه للمنشاه هي عباره عن ايه؟ الموارد اللي بتمتلكها المنشاه، يعني اي حاجه جوه المنشاه او جوه المشروع بتاعك هو اصل. زي ايه مثلا؟ اي حاجه من اول المسمار لحد الاله، من اول البلاطه لحد المروحه اللي في السقف، لحد التكييف، لحد العربيه، اي حاجه بتمتلكها المنشاه دي اصل. طب دي بالنسبه للاصول. طب ايه بقى الخصوم؟ الخصوم دي ازاي اعرف ايه الخصوم دي؟ تعالى برضو عشان افهمها لك تعرفه عن طريق الاصول. هو انت دلوقتي لما جيت تعمل المشروع بتاعك او تعمل المنشاه بتاعتك، مش انت قلت الاصول دي هي الموارد اللي موجوده في المنشاه؟ قال لي اه. طب الاصول دي اللي هي الموارد الموجوده في المنشاه جت ازاي؟ نمت بالليل صحيت الصبح لقيتها يعني موجوده؟ قال لي لا، ما انا لازم احدد انا جبتها ازاي. اهو جت ازاي، دي هي بقى الخصوم. يبقى الخصوم دي هي عباره عن ايه؟ الخصوم دي هي عباره عن الاصول دي جت ازاي، سواء كان صاحب المنشاه هو اللي وفرها للمنشاه هيبقى ليها اسم اللي هو راس المال، طب لو كان وفرها عن طريق الغير هتبقى ليها اسم تاني اللي هو الالتزامات او الخصوم. ده المركز المالي. كل ده هيبان بالتفصيل لما نيجي نشتغل على قائمه المركز المالي لوحدها، بس انا بديك فكره على الموضوع بتاعنا. طيب الحاجه الثالثه، القائمه الثالثه قائمه اسمها قائمه التدفقات النقديه، ودي تدفقات نقديه، نقديه يعني فلوس، وتدفقات يعني حركه رايحه داخله رايحه داخله. فبيقول لك هي بتتبع حركه السيوله النقديه. حركه السيوله النقديه يعني الحركه النقديه اللي بتحصل، يعني الفلوس اللي داخله والفلوس اللي خارجه. فدي قائمه التدفقات النقديه، وتوريك في الاخر اذا كان في فلوس ولا طلعت الفلوس كلها. الايضاحات المتممه اللي هو التوضيح والملاحظات اللي موجوده على كل القوائم اللي فاتت دي. طيب بيبدا معايا هنا بيقول لي القوائم الماليه ليست نقطه البدايه في العمل. احنا اتفقنا ان القوائم الماليه دي بوصل لها في الاخر، فهي نقطه النهايه في الاخر بتاعتي مش نقطه البدايه. فبيقول لي القوائم الماليه ليست نقطه البدايه في العمل المحاسبي، بل هي المنتج النهائي لعمليات القياس الايه المحاسبي، يعني الحاجه النهائيه. طيب يقوم النظام المحاسبي بأنشطة التسجيل، تبويب، تحليل، تلخيص العمليات المالية وفقا للمبادئ المحاسبية والمعايير المهنية المتعارف عليها، وتوصيل النتائج في شكل تقارير لكافة الأطراف. وهو ده شغل النظام، قلت لك مدخلات، تشغيل، مخرجات. مدخلات اللي هو الأحداث الاقتصادية اللي لسه داخلة جديدة والبيانات، بعملها عملية التشغيل بتاعي اللي هي التسجيل، التبويب، التحليل، التلخيص العمليات المالية. بتعملها كده بدماغك؟ لا، قال لي بناء على مبادئ ومعايير عشان في الاخر اطلع ايه نتائج، ودي المخرجات بتاعتي. اهداف المحاسبه وظائفها، يا امسك ورقه وقلم بقى وعد وراي ولا اي حاجه. المحاسبه ليها هدفين، المحاسبه ليها ايه هدفين، مين هما؟ قال لك تهدف المحاسبه كنظام للمعلومات الى توفير معلومات مفيده لمتخذ القرارات في مجالات التخطيط والرقابه والتنفيذ، سواء كانوا داخل المنشاه او خارج المنشاه. يبقى هدفها توفير معلومات حاجه واحده لجهتين، داخل المنشاه وخارج المنشاه. لو جهه داخليه اداره مستوياتها المختلفه، خارجيه مستثمرين، مقرضين، دائنين، جهات حكوميه. خد بالك من الكلام ده عشان البابل شيت يا حبيبي انت اهو. ماشي. مجالات تطبيق المحاسبه، المحاسبه بتطبق في ايه؟ بتطبق المحاسبه في جميع المجالات الحياه العمليه، وزارات، شركات، مؤسسات، مصانع، مزارع، نوادي، جمعيات. مش لسه قايل بياخدها خريج تجاره وبياخدها خريج هندسه وخريج طب وخريج كل الكلام ده، عشان بتطبق في الحاجات كلها، علشان لو حاجه بسيطه يعرف يديرها، في نفس الوقت لو مش بسيطه وبقى عنده محاسبين ما يضحكوش عليه. خد بالك يا مهندس من الموضوع ده. ما هي العمليات الماليه؟
هي عمليات يترتب عليها قبض نقديه مقبوضات او دفع نقديه ايه مدفوعات. طيب هل المحاسبه هي علم واحد؟ علم واحد. طب مش قصدي علم واحد يا باشا، بس افهم مني كويس، قصدي هل المحاسبه حاجه واحده؟ يعني ايه حاجه واحده؟ يعني نوع واحد، فرع واحد. انت تقصد فرع واحد؟ لا يا عم، المحاسبه فروع كتير. قال لك عندك ايه؟ عندك حاجه اسمها محاسبه ماليه، عندك محاسبه شركات، تكاليف بنوك وحاجات تانية. طب تعالى وضح لي، طب ليه مش حاجه واحده؟ قال لي علشان كل نوع منهم بيقوم بوظيفه وبدور التانيه ما بتعرفش تقوم بيه. وضح لي اكتر. يعني مثلا المحاسبه الماليه بيستخدم في ايه؟ بيستخدم في المشروعات الفرديه الصغيره، اللي هو المشروع اللي صاحبه واحد بس. طيب محاسبه الشركات بيستخدم في الشركات والمؤسسات. فلو كانت تنفع المحاسبه الماليه فيها في الشركات والمؤسسات ما كناش ظهرت محاسبه الايه؟ الشركات. طب محاسبه التكاليف في المصانع. طب محاسبه البنوك في البنوك. طب محاسبه البترول في شركات انتاج وتوزيع البترول. محاسبه الضريبيه لتحديد قيمه الضريبه الواجبه الدفع طبقا للقانون الضريبي. المحاسبه الاداريه لتوفير البيانات اللازمه للاداره. محاسبه شركات التامين في شركات التامين. المحاسبه الحكوميه في الوزارات والهيئات الحكوميه. المراجعه لتطبيق مفاهيم المراجعه والتحقق من صدق المعلومات الماليه المنشوره. ايه المراجعه دي بقى؟ عارف كل المحاسبات اللي فوق دي كلها العشرة دول؟ براجع عليهم عشان اشوف هم صح ولا غلط. وعندك فروع اخرى كتير من الايه؟ من المحاسبه. بكده ان شاء الله نكون نهينا المحاضره الاولى، المقدمه، التعريف، الاهداف بتاعنا. وكان معاكم الدكتور خالد، يا رب تكونوا استمتعتوا واستفدتوا من المحاضره وعرفتوا ايه اللي هنشرحه في المحاضرات اللي جايه، وهنمسك مع بعض الحاجه واحده واحده ان شاء الله نشرحها في المحاضرات الجايه. لو في اي تعليقات ليكم كومنت، او تقدروا تيجوا الجامعه ان شاء الله، وتقدروا تيجوا المصريه للعلوم والتكنولوجيا الاكاديميه وتقابلوني فيها في المكتب بتاعي. لو اي حد محتاج اي حاجه عن طريق كومنتات او عن طريق السكاشن او عن طريق الساعات بتاعتنا اللي موجوده في المكتب، تقدر تشرفني، تقدر اجاوبك على اي حاجه، وما تاخدش المعلومه غير مننا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اشوفكم في محاضره جايه على خير. مع السلامه.